كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. وتنائي إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع آيات مسك الختام يتلو علينا من آيات الله البينات ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وأحد أعلام دولة التلاوة، ونبت بيت القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي، وابن هذه البلدة الطيبة أهلها. ندعو الله له بالتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا كي يمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا
تخشوا يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللهم أكرمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن وحصنا بالقرآن وفقهنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن اغفر لنا بالقرآن اشرح صدورنا بالقرآن اشف مرضانا بالقرآن ارحم موتانا بالقرآن اغفر لميتتنا بالقرآن أكرم نزلها بالقرآن أثقل موازينها بالقرآن آمن روعتها بالقرآن آنس اللهم وحدتها بالقرآن أدخلها الفردوس الأعلى بكرامة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا عليم يا علام يا من لا يغفل ولا ينام يا من لا يغيب عن سمعه كلام ولا عن بصره إنس ولا جان اختم لنا بالإيمان وخاتمة السعادة يا رحيم يا رحمن اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وأصحابه الأعلام، يجعل ثواب كل ما تلي في هذه الليلة في ميزان حسنات الفضيلة، وأن يرزقها بكل حرف حلاوة، بكل كلمة سلامة، وبكل سورة سعادة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي قد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونبت بيت القراء الأجلاء وابن هذه البلدة الطيب أهلها. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكما نقلناها لكم من داخل كبرى قصور ضيافة المتنقلة عبر المحافظة من داخل لولات النار الحديثة وأضخم محطات الديزل الكبرى المتنقلة عبر المحافظات لصاحبها الحاج مصطفى أبو إسماعيل وأولاده مقيمين بملابس. أشكر أيضا إلى مصوري هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليلة عبر أشير شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، بارد المخرج الكبير المهندس ناصر صلاح. ما أشكر أيضا إلى صاحب الخدمات الفندقية المتميزة ضارب بوفيهات المتر حسين عبد الفتاح أبو عمر المقيم بكفر بدران، بالأصل عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، أسرة الأم الراحلة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير باسم عموم جميع عائلات زكله الأكرمين. باسم الأسرة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام والبقاء لله وحده، وإلى هنا ينقطع الاتصال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.